أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، هكذا تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات. ينطلق أول أشواط الإبكار للسودانيين، انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. نسير مع المقدمة، ناخذ المركز الأول والتحدي الأول. رقد لحسين بن الدود يقدم لنا السليمانية، هذه سليم بنت سليماني العاصفة، رقت على الصدارة. بينما المركز الثاني هناك الشاهنية الصديق عباس الويس، المركز الثالث تتواجد مشاهدينا الكرام اللي هي الشاهنية محمد الصديق على المركز الثالث. المركز الرابع اللي هي مزعجة سعد الصديق الدرويشي على المركز الرابع. المركز الخامس الواصلة شواهين عثمان بن عبد الباقي، ولكن عودتنا مع اللويس من يقدم لنا حضور الشاهنية على المركز الأول مع الكيلو المتر الأخير يقدم لنا هذا الحضور، يقدم لنا هذا الأداء. الشاهنية بالاندفاع، بالانفراد، بالانتصار، بالمركز الأول. الصديق اللويس ما حرك عصاتها، الصديق عمر اللويس العصابة الأبطان. الشاهنية مسيطرة، تقدم العرض الشيق، تقدم الأداء الجميل، تقدم الحضور. ما شاء الله تبارك الرحمن، ها هي على مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار اللي يقدم لنا الصديق. ما شاء الله، بدون أي أوامر، بانفراد تام. سلام سلام سلام، الله. صديق عمر اللويس يفوز بهذا الشوط بدون أي أوامر. الشاهنية العصابة الأبطال المركز الثاني وصلت في مشاهد الكرام اللي هي رقد لحسين بن ودود، والمركز الثالث مزعجة سعد الصديق الدرويش. التوقيت 2:14.